يو حبايبي كرام، كيفكم؟ ان شاء الله بخير، ان شاء الله كل شيء مثل ما انتم شايفين. اليوم صح صحت شوي اكثر، حاسس حالي احسن بكثير. اوكي حبايبي الكرام، مثل ما انتم شايفين وراي هون معلم، اليوم رح ندخل نشوف نجرب الفاير باس اللي موجود ورانا معلم، يعني في كثير اشياء باللود. سو حبايبنا مثل ما انتم شايفين يعني وراي هون شباب، هذول يعني الاشياء الموجوده عندنا هون، رخصه جديده، اشياء جديده، كل شيء لون ازرق وابيض، يعني عن جد معلم. هل يا ترى حيكون هذا الفاير باس باللوز ولا كيف يا ساتير؟ طمن اعزائي الكرام الحلوين، قبل بلش باي شيء صلوا على حبيب حبيبي عليه الصلاة والسلام. احنا ناس والله يا اساطير، باقي عنا هون القليل القليل ندخل نجرب ابو الفاير باس. طبعا شباب باقي له 46 ثانية، اوكي اف يو مومنت ليتر، 30 ثانية معلم، اف يو كمان مومنت ليتر. يا شباب لهالوقت ما عم بيتحرك يا اخي، شو يعني هلا؟ خدم الله، 8 7 6 5 4 3 2 1 ونقول بسم الله. شباب افتح 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 افتح. هاي هاي يا سلام على الفن، على 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 الاحساس. اه يا حنان، ايه الحلاوه دي يا اخي؟ شيء يهدي النفس حبيبي والله، والله شيء مرتب بصراحه. شباب يعني هي لك مو نفس السينماتيك، لا والله هذا هو نفسه. يا سلام يا سلام يا اخي، يا اخي حبيبي والله، يا سلام. شوفوا ما احلاهم يا اخي، ستوني هذول معلم شيء باللوز. بس ليش وجههم جعلك معلم حبيبي والله؟ اوكي ندخل تابع شب. يا سلام عليك حبايبنا، اتفرج معنا هون الفاير باس واخيرا كله 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 كل شيء يعني باللون الازرق والهذا معلم، كل شيء لون يعني مثل ما انتم شايفين شباب عن جد شيء باللوز. افاتار جديد عن هون، كنزه جديده عن هون، سكين البنت. يا سلام يا سلام حبايبنا، خلينا نشوف نكمل شباب. طبعا هذول شباب حصل عليه كلياتهم، اوكي عن هون في اس كيس اس كي اس جديد، اوكي. وهي شو هي؟ هي الثلاجه، هي الثلاجه شباب لازم نجربها على السريع، اوكي. عن هون كمان تي شورت خفيف لطيف شباب، يعني مثل ما لاحظ يعني اول فاير باس معلم له لونين، لونين معلم، ازرق وابيض فقط لا غير معلم، عن جد يعني معلم. لا هون في شويه الوان هيك غير لون هذا الافاتار، اوكي. عن هون فامس هون عندهم، انا هون افاتار كمان مرتب شيء مرتب. هون عندنا حجر، هون عندنا الصندوق. بس انا شباب متحمس للرقصه شباب بصراحه، صدقوني شباب يعني عم راح نكشفها مع بعض الرقصه يا شباب. اوكي هات لنشوف. انا هون حقيبه هي، اوه يا سلام يا والله شكلها حقيبه شباب صغيره، شكلها ممكن تصير باللص. رح نجربها شباب، هي الرقصه. ايوه الله عليك، الله ايوه جميل، ايوه حبيبي والله باللص. حلو 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 الرقصه يا شباب. اوكي كمل على هذول السكي شباب. طبعا شباب معلم عسل، معلم عسل، معلم عسل، نحرق نحرق البجات كلياتهم حبيبي والله. نجي لهون، اوكي نعمل هيك. طبعا شباب رح ندخل نشوفهم مع بعضنا، اوكي شوي شوي تمام. هيك جبنا البجات شباب، تمام تمام. وقف شوي، ايه نعمل حصول على الحضور، تمام. هون نشوف الاشياء، تمام. نعمل تزويد عشان نفرجيكم نفس مع الوقت شباب، نفرجيكم فوق مثل ما انتم شايفين. شايفين معنا الفافتر موجود فوق، انا هون نعمل تزويد، تمام. شو هو نحصل عليه؟ بنعمله تزويد. طبعا الاسكنت رح نخليه على جنب، تمام. ما نعمله فتح، هذا كمان ما نعمله فتح، تمام. هذا كمان نخليه على حاله. هي هي الثلاجه شباب لازم نجرب جد جد معلم، تمام. نعمل تزويد للثلاجه هي، تمام. حتى للافاتار هذا شباب، طبعا عم شوف فوق معلم، مش بس نحاول نحط شوف الشكل الاول، بس بعدين نشوف الافاتارات الثانيه. يا سلام عن هون صندوق الغنائم باللوز، نعمل تزويد نشوف شكل الافاتار. يعني صراحه حبيبي والله الحقيبه، راح نجرب الحقيبه ان شاء الله حبايبي. وراحت الرقصه. لا 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 طول 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 يا زلمه، بدي اروح اشوف الرقصه يا اخي. او ماي جاد مان، او ماي جاد معلم، ركز معي. ندخل على الشخصيه نشوف على الخزنه، طولوا بالكم حبايبي. اوكي هات لندخل نشوف هون معلم شو في عندنا. هون عندنا هاي التيشيرت هذا للشاب، تمام باللوز. المجموعات عندنا هاي الحقيبه شباب، يا اخي الحقيبه نشوف نشوفها باللعب شباب، شو صار عليها انه كبيره، نشوفها باللعب معلم طولي بالك. عندنا هون هاي الزلاجه هاي، تمام. بس لازم ركز على الرقصه شباب، على الرقصه يا اخي، ما لا 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 على الرقصه على السريع. شو شيء معلم؟ طولي بالك طولي بالك طولي بالك يا جميل. حتى وين حتى نشيل هاي؟ نحطها هون حتى مكان يا اخي. طول بالك يا اخي، ما نقدر نعمل هيك ولا هيك، نحط هاي هون مثلا، نحط الرقصه هون. يا سلام عليك، لا والله شباب لازم بسرعه ندخل نجربها يا اساطير. اوكي عندنا المركبات شباب، المركبات باين عليهم كم بلوز عندنا هاي، اوكي. عندنا تبعت الافاتار وما افاتار، هذول هن حبايبي ما انتم شايفين، تمام تمام. ثلاث افاتارات، وعندنا هذول الافاتارات البانرات بصراحه يعني حلوات، ازرق مع ازرق حلو كثير حلو. اللي بعده
نجي نكمل شباب نشوف شو فيهم عنهم في عنا شيء. اوكي هذا هو يا شباب الثلاجة. الثلاجة وين الثلاجة معلم؟ وين الثلاجة بنزل؟ اه يا اخي ما شفتها يا اخي لازم نجربها شباب. يا فراش يا معلم ابدا بحسها فراش. لا بندخل نجربها شيء اكيد معلم. اوكي حبايبي الكرام اوكي اول قبل كل شيء راح ندخل على شخصية بلين تمام. تعرفون يا شباب انا دائما بفتح البواجات يعني فاير باس عشان افرجيكم شباب. بحب دائما افرجي المتابعين شباب بشكل الفاير باس. اوكي اصل ندخل لهون نعمل فتح هون تمام نعمل له تزويد لشخصية البنت ندخل نجرب على البنت وبنفس الوقت نجرب الحقيبة وما حقيبة شباب هيك بالتدريب بشكل سريع. اوكي يلا ليتس جو يا اخي يا اخي حبيب والله لازم نروح نشوف. اوكي شباب طبعا ايه شباب شيء مهم كمان عندنا هاي الطابة هي كمان موجودة فيها تمام والله شيء حلو بس يا اخي ما بعرف ليش معلم تحس هذا يا اخي هذا شكل الوجه هذا معلم بذكرني ما اعرف شيء انمي معلم ما بعرف اي شخصيه ما اعرف يا اخي ما اي انمي يا الله ما تذكرني ما اعرف شباب اكتبوا لي بالتعليقات راح افكر بنفس الوقت. اوكي هذا بالنسبه للسكين البنت حبايبي مثل ما انتم شايفين حنروح الحقيبه نمبر 1 هيك بتكون شكلها حبيبي والله وين عم تروح يمين يسار هي معلم هي شعره ولا شلونها؟ ايه اوه نايس عندنا الحقيبه نمبر 2 والله مش مبينه يا اخي هي شو من ورا معلم سيف ولا شلون اوه ديم هي الحقيبه نمبر 3 معلم شو ها يا سلام عليك. اوكي حبيبي هي بالنسبه لشخصيه البنت. اوكي يا ساتير خلينا نطلع لبرا يا شباب ونتحول على الشب على الشب ليك حبيبنا نحن لازم نشوف نحط شخصيه الشخصيه المتعوده دائما نحط حط ماكسيم وين ماكسيم يا اخي وين ماكسيم ليك هذا هو هون جاي نفتح الخزنه نفتح هون يا سلام عليك شو بيعطينا بالمجموعه معلم انا بيعطينا بنر ما بنر اوكي نو بروبلم بس ندخل على الاخرى هون نجي لهون لا مو هون نجي لهون لا هون اكيد ونفتح هذا السكين يا سلام عليك هيك فتحنا السكين شباب ندخل على الشكل لا هيك خربت معلم طولي بلا هل لتبت لعبه الفاير باس رابع معلم خربتنا الوضع طولي بلا لازم نشيلها. اوكي معلم هيك بكون شلناها شباب هذا هو السكين الفاير باس شباب مثل ما انتم شايفين يعني والله هذا معلم بيذكرني بشيء انمي هذا الوجه المش كامل شباب ما اعرف يا اخي اي انمي صراحه معلم يعني اوه الله على الطقم معلم يا سلام عليك. اوكي معلم خلينا نجي لهون نجي لهون ندخل على التدريب بشكل سريع نشوف الحقيبه ما حقيبه يا شباب وبعد شباب ندخل على الجيم كلاسيك او اي شيء ندرب الحقيبه والثلاجه والثلاجه معلم ندرب الثلاجه يا اخي الثلاجه يا اخي اوه لك نسيت شيء مهم يا شباب اللي هي رقصه يا اخي طولي بالك الله عليك الله عليك ايه الحلاوه دي الله عليك يا جميل ايوه يا اخي شوف معلم حركات ايوه سيف ذكرت بالانمي تبع ناروتو يمكن والاي ناروتو شباب هيك يشبه ما في شخصيه كانت هذول هذول البنت كانت اني واي شباب هي الحقيبه نمبر 1 اوكي جميل عندنا حقيبه نمبر 3 شباب يي تمانو بس يا اخي ما بعرف ليش الحقيبات يا اخي شويه كبيره يا شباب يا اخي والله يا اخي صغرونا اما الحقيبات شويه يا اخي بس صراحه معلم يعني حبيبي والله يعني لو صغرونا يا شوي يعني مشان حبيبي بالنسبه للاعبين بي سي شباب مو يعني مو كتير مزعجة تمام بس ولكن اللاعبين الهواتف يعني على حسب الشاشة معلم يعني not very good anyway خلينا نجي ندخل معلم ندخل على السريع ونشرب نجرب الدلاجة ونشوف شباب يعني العنصر الأخير لازم نجربه معلم حبايبنا شوية الوضع شوية برد اوكي و احسن 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 اليوم ان شاء الله احسن احسن اوكي اوكي شباب الحلم هذا هو شباب السكين والوضع والرقصة الجميلة ايوه ايوه يا جميل ايوه ابلع اي 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 نايس نايس الله عليك ايه الحلاوه دي ايوه 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 حبيبي والله معلم يا سلام اشي الصراحه شيء باللوس اوكي ندخل نشوف الثلاجه الان اوكي باطل لا قاتل بسلبك معلم انزل خلينا ننزل نشوف شباب خلينا ننزل نشوف نشوف الثلاجه ايش والله معلم ما ادري ندخل نشوف على السريع يلا يا اخي اوكي هيك بكون هنا الوضع حبايبنا ثلاجه يا سلام باللوس صراحه تمام تمام سو حبايبنا الكرام الله يسعدكم يا رب ما راح اطول عليكم اكثر من هيك هذا هو الفاير باس شباب حطوا رايكم بالتعليقات يا اساطير لا تنسونا بزر اللايك وزر المشترك فعل زر الاشتراك حبايبي وان شاء الله حبايبنا غد يوم الثلاثاء يوم الثلاثاء راح نرجع للبزوز مباشره ان شاء الله حبايبنا الكرام شكرا لكم جميعا شو انبسطتوا معنا ونتمنى لكم هي ايه المظلة على ماشي من ربنا المظلة كمان هي المظلة كمان لوز برو ده حبيبي والله تعال معنا تعال نشوف السكين معنا بشكل في شكله بالمشي والله الصراحة يعني السكين يعني مو الكبير مش الكبير الصراحة صراحة السكين مش كبير شباب صراحة يعني مثل ما انتم شايفين يعني امامي يعني ماشي حاله تمام تمام رقصة سريعة ايوه يا بوي اشوفكم على خير تاو